حققت مملكة البحرين إنجازاً تعليمياً غير مسبوق في نتائج اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم تيمز 2019 التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي من مقرها في أمستردام، حيث انتقل أداء طلبة مملكة البحرين من المستوى المنخفض المتوسط إلى مستوى الأداء المتوسط العالي وفقاً للمعايير الدولية، بفضل ارتفاع مستوى تحصيل طلبة البحرين في الرياضيات والعلوم مقارنة بالدورات السابقة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. مساء الخير سعادة الوزير، ونبارك لكم وللبحرين هذا الإنجاز التعليمي غير المسبوق، وما هي أبرز ملامح هذا الإنجاز التعليمي الدولي؟ أولا في البداية مساء الخير والشكر، أيضا تحياتي لجميع المشاهدين الكرام. في الواقع أن أبرز الملامح هذا امتداد للإنجازات الكبيرة التي تشهدها مملكة البحرين والتعليم بالذات أيضا في هذا الإطار في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. في الواقع أن اليوم هي علامة غير مسبوقة في تاريخ التعليم في مملكة البحرين، وذلك بانتقال ولله الحمد أداء طلبة مملكة البحرين من المستوى المنخفض المتوسط إلى المستوى المتوسط العالي وفقا للمعايير الدولية، وهذا يعني ارتفاع مستوى تحصيل طلبة البحرين في الرياضيات والعلوم مقارنة بالدورات السابقة. فقد أحرز طلبتنا الذين شاركوا في هذه الاختبارات الدولية والذين يصل عددهم إلى 22,400 طالب وطالبة، تمكننا ولله الحمد من الحصول على المركز الأول عربيا في نتائج اختبارات العلوم للصف الرابع، والمركز الأول عربيا في اختبارات العلوم للصف الثامن، والأول عربيا في اختبارات الرياضيات للصف الثامن، في حين حصلنا على المركز الثاني عربيا في اختبارات الصف الرابع الرياضيات بفارق درجة واحدة. وبذلك تكون مملكة البحرين قد حققت قفزة نوعية ملموسة في التصنيف العالمي لهذه الاختبارات الهامة التي تشرف عليها رابطة دولية لتقييم التحصيل التربوي. في الواقع أن من الأمور المهمة أيضا الإشارة أن أظهر التقرير الذي أعلن عنه اليوم في مؤتمر صحفي على أن مملكة البحرين حصولها على المركز الأول عربيا في مادة العلوم للصف الرابع مع ارتفاع معدل تحصيل الطلبة في الاختبارات بمقدار 34 درجة معيارية، وهذه نسبة كبيرة، وكذلك حصول البحرين على المركز الأول عربيا في اختبارات العلوم للصف الثامن أيضا مع ارتفاع معدل تحصيل الطلبة إلى 20 نقطة، وحصول على المركز الأول عربيا في الرياضيات للصف الثامن مع ارتفاع معدل تحصيل الطلبة مملكة البحرين إلى 27 نقطة معيارية. في الواقع أن حصول البحرين على المركز الثاني عربيا في نتائج اختبارات الرياضيات للصف الرابع بفارق درجة واحدة عن المركز الأول عربيا، لكن هناك ارتفاع للتحصيل بنسبة 29 نقطة معيارية. في الخبر أيضا المهم جدا أن تجاوز طالبات مملكة البحرين في مادة العلوم للصفين الرابع والثامن والمتوسط المعدل العالمي بحصولهن على 510 في العلوم الصف الرابع و512 في العلوم الصف الثامن، زيادة عدد المدارس البحرين التي تجاوزت المتوسط العالمي مقارنة بعددها في الدورة السابقة. النقطة المهمة التي يعني اسمح لي المشاهدين الكرام أن أبينها هي أهمية هذه التقارير. هذه التقارير تقيس مستوى أداء الدول في موضوع نوعية التعليم ومستوى وما تقدمه في إطار رفع مستوى شعوبها فيما يتعلق بالتنمية البشرية. اليوم مملكة البحرين على ضوء هذا التصنيف رفعنا تقديرنا وأيضا رفعنا أيضا درجة طلبتنا وأصبحنا في خانة مع الدول المتقدمة. الدول المتقدمة التي ولله الحمد اليوم أصبح طلابنا يتنافسون مع طلبتنا. النقطة الأخرى المهمة أن هذه المؤشرات التي تصدر
ومن جهة محايدة دولية، وليست كل الدول تستطيع الدخول فيها، مع احترامي للجميع، ولكن هناك اشتراطات كبيرة جدا عشان تتأهل للدخول فيها. اليوم هذه التقارير هي تعتبر مهمة جدا من قبل منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي واليونسكو وغيرها من المؤسسات العالمية التي تقيم الدول. وفي الواقع هذه كلمة شكر إذا تسمحون لي أن أتقدم بها إلى زملائي في وزارة التربية والتعليم، وكذلك إلى الأبناء الطلبة والطالبات وأولياء الأمور هم الكرام، وإن شاء الله مسيرة التعليم سوف تستمر في الازدهار والتقدم بما في خير الجميع بإذن الله. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، نبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز، وشكرا جزيلا لك.